نديروا ان شاء الله كلمه كل مره كل درس عندي كلمه خاصه كنجيبها من الانترنت او اللي كتجيني من برا يعني على حساب الاهتمامات ان شاء الله تبارك وتعالى. الكلمه اليوم هي رساله شفهيه عبر الهاتف من احد اخواننا بدوله سويسرا بقرب مدينة يعني بيرن. على كل حال هو يريد أن يسمع هذا النداء ويريد أن يوجه هذا النداء وألح بأن أوجه هذا النداء إن شاء الله تبارك وتعالى للإخوان إن شاء الله. يقول في رسالته يعني أنا متزوج بأخت سويسرية لا زالت يعني على دينها ولكن هي في طريقها إلى الإسلام لكن مش هذا هو الموضوع. ومرة ذهبت لتزور إحدى صاحباتها صويحباتها فلما كانت على عتبة الباب وجدت قطعة من القماش وفيها وعليها منقوش بعض الأمور وبعض الكتابات تشبه الكتابات التي يقرأها زوجها المسلم. وذلك القماش وضع على عتبة الباب وتمسح فيه ويمسح فيه كل من يدخل إلى البيت يمسح في رجله. فقالت لها يا أختاه أنا محتارة في هذا الذي أراه، هذه قطعة من القماش الكتابة المدونة عليها كأنني أعتقد أنها الكلمات المدونة بالحرف العربي ولا أراها إلا كتابهم المقدس. قالت والله أنا لا أعرف، أنا اشتريت هذا من مدينة مراكش، ذهبنا في رحلة سياحية ونشتري هذه اللوائح وهذه يعني نأتي بها إلى هنا. قد خذيها إلى زوجك إن كانت فعلا من الأقمشة التي تدون عليها هذه الآيات. يعني أنا مش نعرف، أنا ما ريش عارفها. فجاءت بهذه القماش إلى زوجها، قال لك فصدمت لما وجدت مكتوب عليها آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة. قلت لا يا زوجتي، هذا قرآننا وقرآن ربنا. قالت والله يا زوجي ما كان قصد هذه العائلة أبدا امتهان القرآن، ما كان، ولكن أخبرك، تقول أخبرك أن كثيرا من أصدقائي ذهبوا إلى المغرب واشتروا مثل هذا القماش كقطع سياحية وبأثمنة مرتفعة وشروا حتى اللوحات ويضعونها على عتبة الأبواب. كثر الناس كثر. لطيف، حسبي الله ونعم. قالت له نزيد لك، إذا ذهبت مع إلى خمارة تجد آية الكرسي قد علقت في لوحة حذ الكونتوار ديال الشراب. شراب ذوك. ولذلك فهو يقول هذا أمر يؤلم وهذا أمر يجب أن توجه نداء للصناع التقليديين في المناطق التي يرتادها السواح. إذا كنت تريد أن تبيع فبيع يا أخي، لا أحد يمنعك أن تبيع، تلك فرصتك، لكن ذكر من يشتري منك من هؤلاء السياح أنه إنما تبيعه قطعة عليها كلام الله، ولا تبيعها حتى تستوثق منه أنه يضعها في مكان لا تمتهن فيه. ثم أقول لك إلى بغد النصيحة تاعي، أنا من الأحسن بيع لهذا السياح قطع أثرية بعيد عن القرآن، يا لأن من يضمن لك وأنت تبيع قطعا أثرية فيها كتاب الله أن تمتهن؟ واش عندك أنت شي واحد اللي غادي يتابع هذا الناس؟ واش عندك أنت شي واحد اللي غادي يمشي يراقب؟ مشاو داوها وشراوها ووقع ما وقع. ولذلك
يقول الصناع التقليديين المتخصصين في هذه المسائل والذين يبيعون هذه المسائل للسياح عليهم أن يتيقنوا أن هذه القطع التي تباع للسياح لا ينبغي أن تمتهن بهذه الطريقة، وإلا كنتم شركاء في الإثم. بل الأحسن أن لا تبيعوا شيئا فيه كلام الله للسياح، لأن ثمة من يشتريه لهذا الغرض بالضبط، من يحمل الحقد لهذا الدين، وخاصة قد رأينا الكثير منهم وقد ظهر ذلك على ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر. هنالك من يأتي عياذا بالله لكي يشتري هذه الأقمشة التي تدون عليها آيات من كتاب الله ويضعونها في أماكن ممتهنة، القصد منها امتهان كلام الله، والقصد منها امتهان أمة كتاب الله. هو اسمه تسوى. فأنا نزولا عند رغبة أخينا في سويسرا الذي طلب مني أن أوجه هذا النداء على أوسع نطاق لكي يسمعه كل مسلم، أداء للنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولحرمة الدين، أنا أذكركم أيها الصناع التقليديون أن تتقوا الله حينما تبادرون إلى بيع هذه المسائل إلى هؤلاء. اتقوا الله، هذه كلمتي. المسألة الثانية